اجيز اجيز حلو الكونسبت. عنا شباك من ورا الشباك تطلبه تحت الشتاء تحت التلج تحت البرد ما بيأثر، وكل شغلة حق شيء بتبلشوا دولار 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 and so on and so forth. طلبت واو نايس، طلبت بريوش بون اج تو تشيز هاشدون كومفورتينج مورنينج ساندويتش، بيحط بيض وين ما كان. اوكي جود مورنينج جود مورنينج، نحن اليوم بديترويت، رح نكتشف ديترويت، نقوم ديترويت مع بعضنا، نمشي بديترويت، ناكل بديترويت، نتعرفوا على ديترويت فروم اور برسبكتيف. ست ساعات بديترويت، شو فينا نعمل وشو فيكم تعملوا؟ فولو ماي ستيبس. هيدا إلي، أنا بحب الأشياء الغنية والكذا، وهيدا إلك. ليك شو حلوة؟ مبسوط بهالمشوار، عم يطلع علي الصيت الهيلثي. إيه هيلثي، إيه 100%. لا عن جد عم بتبع أكلي. صح صح 100%. أنا بدي أبلش ربيع أحكي عن شغلة كثير أساسية. قديش بنحكي عن المطاعم؟ قديش بتسمعوني يمكن بقول ويترز أونرز إنه بليز ما بقى تحطوا صحون، ما بقى تحطوا معالق بالصحون. يعني هيدي تخيلوا هاي لو كانت مكبوبة جوا. اليوم بال 2024 كل العالم بدها تاخذ صوره قبل ما تاكل، انستغرام كومز فيرست، العين بتشبع قبل التم، فالمعلقه دائما بتكون برا ما بتنكب جوا. اند اي ريلي ابريشيتد. مش بس هيك، طلعوا هون المطعم اخذوها تو ذا نيكست ليفل. اجى شيء هون نص الطاوله كانوا محطوطين هون بقلبها ملقط سكين لحمه وثلاث معالق والصحن اجى نظيف. قديش مهم ما بقى نحط معالق بقلب الصحون، سكاكين بقلب الصحون. الشيف جوا بيشتغل بيتعب بيركب، ومع احترام للويتر بيجي الويتر بياخذ الصحن من المطبخ بكب فيه معلقه انه الناس بدها تاكل. كيف الناس بدها تسكب؟ هو الاجي بسمعهم دائما، كيف الناس بدها تسكب؟ الناس رح تسكب يا حن، الناس رح تسكب ما في مشكل، الناس رح تقص ما في اشكال، بس لازم الصحن يضل كتير مرتب. وصلنا نحن على محل هو فاير هاوس او فاير بريجيد بليس، يلي كان بقلبه فاير ديبارتمنت. تخيلوا هون كل باب من هالبواب فات بقلبه سياره،
اوتيل حلو، اوتيل دفاع مدني، دفاع مدني، ريستوران حلو، موسيقته حلوه، اجواءه حلوه، وعنده 5-6 ايتمز على المنيو ترويقه. سيت غنى ولا سيت فوق؟ بيضه، افوكادو توست، سميلز جود، منن ماشت، شويه الوان، شويه سويتنس، بيتروت فور ذا فليفر فور ذا شوجر، افوكادو مثل ما شفتوا قص كثير بسرعه، ساور دو بريد توستد. Very well. Soft, sweet, enjoyable. علامته كتير عالية على جوجل مابس فور وات ات از. اي واز اكسبكتينج سمثينج ايلس، فكرته داينر كلاسي بقلب بناية كتير هاي اند قديمة. طلع اوكي لود خبصة شوي، كتير في بابريكا، كتير في سبايسز، كتير في خلطات. نوت از اي اكسبكتد انفورشنتلي. بنحبه راكاوس، تعرفنا عليه بقطر صح، بهذا الشخص اللي محطوط بقلب المطار الخشب الكتير كتير طويل، ومن وقتها بلش صار عنا حشريه نفهم مزبوط. شو هو بلشنا نفتش على جوجل، بلشنا نجمعهم، بلشنا نشتريهم، بدكم تعرفوا تلاقوهم في منهم كتير بدبي مول اند سو اون، اند ذن بتوصلوا على ديترويت بتشوفوه هون. كاوس از ان اميزنج ارتست، بيعمل هذا الشخص اللي انشهر اول شغله بتبع دنوز يلي هو ذا لاي ذا بيج لاي، زلمه عم بيطلع هيك، اند ذن طوروهم صار في لقط ابنه يلي ملقح يلي نايم، وهلا هو وابنه هون. هو انشهر بسكالبتشرز الكبار، سو وين ما بيروح بالعالم بيعملوا كثير كبار. بقطر عمل اكتيفيشنز مخيفين على المي فوق البنايات كذا، وهلا بس معروف بامريكا موجود هستاتيوز اكروس. هو ات بيكيم ترند لانه بتيابه بستاتيوز الكولكتبلز بالشوز الكولابوريشنز عملهم مع اميزنج، دائما هو معروف بهيدي الاكس وعلى عيون اكس، يعني اتس نوت ا ميكي ماوس بات انسبايرد باي، والدينين كثير كبار. يلا اذا حدا عنده شيء ستاتشو كاوز وما بده اياها وحابب يهدينا اياها نحن بنخلي، نحن جاهزين. كان قسمها نص نص. واو 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 كومفورتينج فود، بين افرون على كل الليستات، بس ساندويتش ببين، بس ديزرت ببين، بس بريكفاست اراوند ببين،
very casual, amazing decor place, and then comes this grilled cheese sandwich. Comforting. قد ما واحد يكون أكل كيف المطعم اللي قبله حسيت مع بالي كل شيء، هون على بالي خلصوا كله 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 ولا أروع من هيك. The mix of cheese and then comes what's this, what's this, this is a red velvet cake, American style, American style, full body, super sweet, delicious. طلعوا اللمعة كيف ملبد كله على بعضه. طلعوا كريم تشيز. بيفش الخلق بين الجريل تشيز ساندويتش وبين هيدا. علامته عالية. Recommended all the way. For a cookie, for a breakfast, for أجواء حلوة, for decor حلو. Avalon. بيفش الخلق. الوقت بيقطع وعم نتسلى وعم نتمشى من شارع لشارع. في شيء بس غريب اليوم، مش حاسين معي انه الطرقات شوي فاضيه. نحن اليوم نهار تنين بديترويت، هل هي ما بعرف الصبح ما في حدا، الناس باشغالها، الناس ما عم تتمشى، الطرقات فاضيه فاضيه كومبليتلي. عم فكر هل هي الاكليبس، هل هو رمضان، هل هو اليوم التنين. اتس نوت بابليك هوليداي. ديترويت فاضيه، وين لو كنا بنيويورك بشيكاغو، ناس فوق بعضها رايحة جاية. It's 11:30. رح ننطر نص ساعة نشوف إذا على الـ 12 على اللونش تايم بتعجو أكتر مين. ونحن كتير مبسوطين مقطع الطرقات بلا ما ننطر شيء، بلا ما نطلع من الشمال. I feel it's a Sunday morning. It's not, it's a Monday. Next ناخد بريك عن الأكل شوية للشباب. بصوا لهون رح نطلع باللوب يلي هو الترين اللي بيلف حول كل ديترويت. هيك بنشوفها كلها سوا، وكريم وربيع بيكتشفوها. صارت ببلاش، صارت ببلاش. متذكر قبل مره بعتقد كانت بدولار وما كان معنا فراطه، ففي كان في مكنه بتصرف حطينا فيها 50 ونزلتهم صار معنا هي ونقلت تصرفنا دولار. هلا صار ببلاش، بلاش بتطلعوا. I think it's the best thing ever. تفضلوا بعتوا الاول، توصل على ديترويت بتطلعوا باللوب وبتلفوا كل شيكاغو ديترويت ببلاش. نطرة صعبة يا شريك، نطرة صعبة. بس بدي خبرك شغلة، انه انت رح تبقى هون للتاريخ. اولادنا ما بقى يعرفوا بالورق بعد كم سنة. جرايد ما بقى فيه، كتب ما بقى فيه، كله صار هون. رح يرجعوا يعملوا واحد مثلك حدك ويلقطوا تليفون. ايه والله الايام عم تتغير، عم تتغير. رزق الله ايام الجرايد وريحة الورق والاحساس. We'll be right back.
هيدا الميديوم، تخيلوا انه هيدا الميديوم طلع بالي بيتزا ديترويت ستايل، هل رح تكون طيبة؟ تعالوا كنت الكاوتشوك عملتها كتير قوية. توم؟ توم ولا بلسامك؟ انت هال منجرب هيدي يمكن احسن من تانية. اوكي فور تشيز مارينارا اون توب. دفنتلي باتر احسن بكتير، عجينات احسن بكتير، طروت احسن بكتير. Would I come back? No. لا مش مزح، فاضية، طرقات فاضية، المطاعم فاضية، نص المحلات مسكرة. شو في اليوم؟ On this day صار في إكليبس. صار بدها لد. This is how empty Detroit is. مش فالل من هون اذا ما اكلت بيتزا طيبة. وجه جوا شوي سئيل وما بتضحك. بس anyway ريفيوز جوجل مابس كتير عاليين. نحن عم نتمشى ready to take home pizzas stuffed cheese. هيدي cheese and tomato sauce. delicious tomato sauce. very synthetic cheese. and undercooked crust. Not bad. Next. Not bad. Not bad. 16. And then, شكله حلو. حمصة من تحت. وقفة حلوة. Not bad.
مش عاطله ابدا. في كوميرشال فليفر مش هيك مئزان طعمه الجبنه، هالجمله تبع جبنه تبع اللي ما بتعرف قد فيها حليب، بس هيك كومفورتينج، بتشيل غرض يعني. اند ذن ذس سوبر لودد اوف دبل لايرد، عجينة مرتاحة منيح، هام بيكون and everything in between. This is not bad. Okay, not my favorite in general. كتير في flavors, sweetness, عجينة شوي فيها سكر زيادة، بس from a street food pizza perspective, quality of ingredients, كيف محشية all the way. لا حبيته، برجع له. تخيلوا قديش محشية وطلعوا منا تاشة من تحت من فوق with all the cheese crumbs. طلعوا من جوا، طلعنا حالنا بس طلعوا من جوا. شو في خبار؟ لا نايس نايس. This is actually an amazing idea. I love it. رجع عملها بالبيت. عجينة من فوق عجينة من تحت شوية مثل الجبنة والزعتر طبعاً مع كل هالمكونات يلي مستويين وجبنة دايبة. Okay, we have a winner. ساعتين ونص تقريبا. قديش عم نحكي؟ 4-5-6 ساعات مثل ما وعدناكم. عم اتمشى بديترويت، من هون رح نفل ناخذ السياره. في كم وقفه شفتهم على الطريق، مثلا 15 دقيقه من هون و15 دقيقه من هون، فيري جود ستوبس رح نوقفهم على الطريق. واهم شيء نكون 3:15 مشي محل مبين الشمس، لانه بدنا نشوف القصوف اكليبس.